من مصنع الفيروز لتعبئة وتغليف الأسماك معانا البشمهندس أحمد لبيب مدير المصنع. أهلا بحضرتك يا فندم. أهلا يا فندم بحضرتك وأهلا بيكم معانا في المصنع. طبعا في البداية عايزين نعرف من حضرتك المراحل الخاصة بالدخول، زي ما حضرتك شايف كان لازم طبعا الالتزام بمعايير الخاصة بالدخول، وأيضا المراحل اللي بتمر بها هذه الصناعة الهامة جدا حتى وصولها للأسواق المحلية. المصنع ينقسم إلى عدد 2 صالة، صالة الفرز وتقسيم وتصنيع الأسماك اللي احنا موجودين فيها دلوقتي، صالة الفرز وتقسيم وتصنيع الجمبري. بنراعي يا فندم داخل المصنع جميع الإجراءات الجودة والمعايير الصحية، ابتداء من دخول العامل أو دخول جميع العاملين. المصنع لازم يعدي بمجموعة إجراءات، بداية بيكشف عليه كشف ظاهري، بنكشف عليه كشف حراري، بيتم تعقيمه بالكامل. المصنع معقم بالكامل والإجراءات التعقيم عندنا صارمة عشان ننتج منتج مطابق لمواصفات جودة وسلامة الغذاء العالمية. زي ما حضراتكم شايفين في عندنا في الصالة هنا منطقة استقبال أسماك، يبتدي فيها نستقبل المنتج، يتم الكشف عليه بواسطة الأطباء البيطريين ومنوب قسم الجودة، بننفذ عملية غسيل وتنقية شاملة من أي شوائب. يليها فندم المرحلة اللي ظاهرة خلف الكاميرا دي، مرحلة التشفية. مرحلة التشفية يتم فيها استخلاص قطع الفلي ونزع الجلد. يليها فندم مرحلة التهذيب، بننزع فيها المجموعة الشوكية الأمامية وبنهذب شكل المنتج. يليها فندم مرحلة التعقيم، وده بنمرر المنتجات، جميع المنتجات تمر خلال مرحلة تعقيم كامل باستخدام الأوزون لضمان سلامة وجودة المنتج النهائي. بانتهاء مرحلة الأوزون نبتدي نقسم المنتج ونوزنه ويتعبأ في أكياس معقمة. بنفرغ الهواء تماما من الأكياس بواسطة ماكينات الفاكيوم، ثم دخوله لمرحلة أنفاق التجميد السريع. أنفاق التجميد السريع فندم درجة حرارة سالب 40 درجة مئوية لمدة من 4 ل 6 ساعة، دي تضمن لي عدم وجود أي فطريات، أي ميكروبات محتملة. بانتهاء مرحلة التجميد السريع بنخش مرحلة التغليف النهائي والتخزين في ثلاجات سالب 18 درجة مئوية لحين سحبه لفرع التسويق. وسط كل هذه الإجراءات اللي حضرتك بتتكلم عنها يا باشمهندس، ده معناه إن احنا في المصنع في ظل إجراءات خاصة بالجودة ومواصفات القياسية للجودة العالمية. هل المصنع حاصل على شهادات زي وزي باقي المنتجات المعروضة عالميا؟ المصنع عندنا حاصل على شهادة الايزو 9001، شهادة الايزو 22000 الجودة وسلامة الغذاء، وزي ما قلت لحضرتك في الاول الاجراءات الجودة عندنا والاجراءات الصحية اجراءات صارمة جدا عشان نوصل بالمنتج بتاعنا يبقى منتج مطابق لجميع المواصفات العالمية وينافس نظيره كمان في الدول الاخرى. انتقلنا لمصنع الفيروز لإنتاج الجمبري وتعبئة وتغليف الجمبري، ومعانا دلوقتي المهندس إسلام رفعت مدير خط إنتاج المصنع. أهلا بحضرتك. أهلا بحضرتك يا فندم. طبعا يعني حابة الأول أتكلم عن خطوط الإنتاج والتعبئة والتغليف الخاصة بالجمبري، خصوصا أن أنا عرفت من حضراتكم أن جميع الأجهزة والمعدات المستخدمة هي مصرية 100%. حضرتك المنتج بيخرج عندنا من الأحواض، بيجي عندنا المكان اللي احنا موجودين فيه دلوقتي قطاع السلام منتج الجمبري، بيتم الكشف الظاهري والمعملي على المنتج بواسطة الأطباء البيطريين عشان نتأكد ان هو جاهز للدخول لمراحل التصنيع المختلفة. بعد كده بنبتدي بأولى مراحل التصنيع، زي ما حضراتكم شايفين المرحلة الأولى هي مرحلة الفرز المبدئي للمنتج، وهنا بيتم فصل الجمبري عن أي أسماك أخرى. بعد كده بنتحرك للمرحلة الثانية وهي عملية الغسيل، والغسيل بيتم على 3 أقسام عندنا عشان نتأكد إن إحنا بنحصل على منتج نقي وخالي جدا من الشوائب. المرحلة الثالثة من مراحل التصنيع هي عملية الفرز والتقسيم الآلي طبقا للأحجام والمقاسات. المصنع بالكامل، المعدات، مكنة الفرز والغسيل، صناعة مصرية 100%، والبوكس اللي احنا بنستعملها مصنوعة من البولي إيثيلين بيور 100%، وده مطابق جدا لمواصفات جودة وسلامة الغذاء العالمية. المرحلة الرابعة بنتجه بعد كده بالمنتج لنقطة الوزن والتعبئة، وهنا عندنا المنتج بيتم وزنه داخل العبوات وطباعة تاريخ الصلاحية،
وبنرص طبعا المنتج بشكل منظم جدا داخل العبوات. بعد كده بنتجه بالمنتج لأنفاق التجميد عند درجة حرارة سالب 40 مدة من 2 إلى 4 ساعة، ودي بتكون كافية جدا ان انا احصل على منتج خالي من اي فطريات او ميكروبات. بعد الخروج من نفق التجميد بنتجه للمرحلة الاخيرة وهي عملية التغليف النهائي للمنتج. بنتجه لمكنة الشرينك، بنغلف المنتج عشان نحميه من وصول اي هواء اليه، خاصة لان منتج الجمبري حساس جدا للظروف الجوية المحيطة بيه والتربة اللي بيعيش فيها. بعد كده بيخش المنتج لتلاجات الحفظ والتجميد عند درجة حرارة سالب 18. أحب أكد أن المصنع عندنا مزود بخمس تلاجات حفظ بقدرة 125 طن. قبل خروج المنتج للسوق المحلي بيتم فحص عينات من المنتج مرة أخرى عشان نتأكد من سلامتها وجودتها وأن هي منتج آمن للغذاء. لصراع السمكي الحقيقه بيحتاج الى المزيد من الدراسات والتحاليل، علشان كده احنا معاكم النهارده من المعامل الخاصه بالاستزراع السمكي، ومعانا الدكتور الطبيب محمد معوض، الطبيب البيطري واخصائي التحاليل. اهلا بحضرتك. اهلا وسهلا بحضرتك. احنا دلوقتي في المعمل، هو الحقيقه مش معمل واحد، هو كذا غرفه للمعامل. حابين نعرف من حضرتك ايه مدى اهميتها في الاستزراع السمكي. بالنسبه للمعامل المركزيه حضرتك مجهزه باحدث الاجهزه الحقليه والمعمليه واللي بتخدم مجال الاستزراع السمكي. برضو احنا هنا بالنسبه لنا كشغلنا كاخصائيين، احنا هنا بنقوم باجراء كافه التحاليل اللازمه لضمان جوده منتجات المزارع من الاسماك او القشريات، طبعا الى جانب اجراء تحاليل جوده المياه والاعلاف. بالنسبه لاقسام المعمل، احنا هنا عندنا 7 اقسام. القسم الاول هو غرفه استلام وتجهيز العينات، ودي بيتم فيها استلام العينات بكافه انواعها، بيتم تاكيد العينه بكود المعمل المختص، ثم بيتم تحويل العينه للمعمل المختص باجراء التحليل. القسم الثاني عندنا وهو غرفه التعقيم، ودي بيتم فيها تعقيم كافه ادوات المستلزمات اللي بنستخدمها في اجراء التحاليل باستخدام اجهزه الاوفن واجهزه الاوتوكلاف. القسم الثالث وهو معمل الميكروبيولوجي، وده بيتم فيه عزل مسببات الامراض سواء كانت بكتيريه او طفيليه في بيئة آمنة داخل كابينة العزل البيولوجية، وبيتم تحضين مزارع البكتيريا في الحضانات الميكروبيولوجي، وبيتم برضو الفحص تحت أحدث أجهزة الميكروسكوب المزودة بكاميرات عالية الدقة، وده بيسهل لنا عملية التشخيص. القسم الرابع وهو معمل البايوتكنولوجي، وده بيتم فيه عزل مسببات الأمراض الفيروسية، وبنأكد برضو في تشخيص المعمل بشكل عام باستخدام وحدات إلايزا ووحدات البي سي آر. القسم الخامس وهو غرفة التخلص من النفايات المعملية الخطرة بطريقة آمنة طبعا بعد تعقيمها باستخدام أجهزة الأوتوكلاف. وعندنا القسم السادس وهو معمل تحاليل جودة المياه، وده بيضم أحدث الأجهزة اللي بنقدر من خلالها إن احنا نقيس كافة الخواص سواء كانت كيميائية أو فيزيائية لمياه الترع والأحواض، وده اللي بيضمن لنا سلامة المياه. طبعا بيئة الأسماك أو القشرات المنتج بتاعنا هي المياه، فلازم نتأكد دايما من سلامتها بشكل دوري ونتأكد ان هي صالحه لعمليه الاستزراع. القسم السابع عندنا هو معمل بحوث التغذيه والاعلاف، وده بنقدر فيه ان احنا نحلل كافه العناصر والمكونات اللي بتدخل في تكوين الاعلاف باستخدام وحدات سوكسليت وحدات كلدال وجهاز ان اي ار، بجانب طبعا ان احنا بنعمل فيه الفحص الدوري لمخزون المزارع من الاعلاف باستخدام جهاز الاتش بي ال سي. بالنسبه للمعمل هنا السلامة والأمان الحيوي، احنا هنا المعمل بالكامل مجهز بوحدات تعقيم الأشعة فوق البنفسجية، دي بيتم تشغيلها يوميا قبل بدء العمل لمدة ربع ساعة وبعد نهاية العمل ربع ساعة، وده بيتم عن طريق تعقيم المعمل بالكامل، وجود أكتر من نقطة إنقاذ، وجود نظام إلكتروني متطور للسيطرة على الحريق، بجانب وجود مخرج للطوارئ. معامل زي اللي حضراتكم شايفينها دلوقتي هي اكيد بتخضع للمواصفات القياسيه والجوده. معانا للحديث عن هذا الموضوع الدكتور محمود مهني، مدرس طب الاحياء المائيه بكليه الطب بيطري جامعه القاهره. اهلا بحضرتك. اهلا وسهلا بحضرتك. عايزه اعرف من حضرتك المعامل ازاي هي بتخضع لابرز المواصفات القياسيه والجوده هنا؟ بالنسبه للمعامل اصلا من بدايه مرحله الانشاء ومرحله التخطيط ليها
لازم نراعي فيها كل المعايير الدولية والمواصفة الخاصة بها، هي 17025، ودي المواصفة الخاصة بالمعايرة والقياس لكل المعامل الطبية أو المعامل البيطرية. وبالتالي احنا بنبدأ من أول مرحلة الإنشاء أو التخطيط للإنشاء، إزاي نبدأ نخطط حسب المواصفة الدولية دي. ده بالفعل تم في المعمل عندنا، من حيث ان احنا قسمنا المعمل لمجموعه من الاجزاء منفصله متصله، يعني بدايه من غرفه تجهيز العينات، وصولا بعد كده لمعمل الميكروبيولوجي، وصولا بعد كده للمعامل الخاصه بجوده المياه او جوده الاعلاف. وده كان كل ده تم بناء على المواصفه الدوليه اللي هي 17025. بعد كده نيجي بعد كده في توزيع الاجهزه برضو بناء على المواصفه، بناء على السكوب الخاص بالمعمل. يعني مثلا المعمل اللي قدامنا هنا خاص بالميكروبيولوجي، وبالتالي سكوب المعمل هو اللي هو عزل وتصنيف البكتيريا او الفيروسات المسببه للامراض، وبالتالي وفرنا المعمل بكل الاجهزه المناسبه لهذا الغرض. لو جينا بعد كده للمعمل الخاص بجوده المياه، جهزنا المعمل بكل الاجهزه المطابقه للمواصفه بتاعتنا اللي هي خاصه بتحليل وفحص جوده المياه. بناء على الموضوع ده احنا بالفعل حددنا السكوب الخاص بالمعمل، ووفرنا كل الكيماويات وكل الاجهزه وكل المعدات الخاصه بالمعمل، وقدمنا بالفعل على المواصفه اللي هي 17025، وبدانا بالفعل اول خطوه وهي خطه معايره الاجهزه. ان اي جهاز عشان استخدمه ويديني الغرض اللي هو المحدد ليه، لازم يكون الجهاز ده تم معايرته بناء من تبع الهيئه الخاصه بالمعايره. وبالفعل عملنا الخطوه دي الخاص بجوده المعامل والقياس، وبالتالي مش هنخدم بس المزرعه بتاعتنا، سواء المزارع الخاصه بالفرمه او المزارع البحريه، سواء المرحله الاولى او المرحله الثانيه اللي بدانا فيها الحمد لله بنجاح وحققنا فيها شوط كبير جدا، لا احنا كمان هنخدم غرض اللي هو حصول المواطن المصري على منتج امن وصحي يقدر يوصله، وبالتالي باقل تكلفه ان شاء الله متاحه بالنسبه له. انتقلنا إلى مكان آخر، احنا موجودين دلوقتي في الصيدلية الخاصة بالمشروع، ومعانا الدكتور إبراهيم بيومي المسؤول عن الصيدلية. أهلا وسهلا بحضرتك يا دكتور. أهلا بحضرتك يا فندم. طبعا أكيد الاستزراع السمكي بيكون ليه أدوية أو بيكون ليه مشتقات علاجية خاصة بيه، يا ريت حضرتك تفهمنا أكتر احنا موجودين في الصيدلية وإيه مشتقاتها وإيه محتوياتها. تمام يا فندم، في البداية نحب نرحب بحضراتكم معانا في الصيدلية الرئيسية لمزرعة الفيروز. احنا في عندنا يعتبر اربع اصناف رئيسية في الصيدلية. الصنف الاول الخاص بالمطهرات، ده اللي بيتم فيه تطهير الاحواض من موسم للتاني، ولو في مثلا اي اعراض ظهرت بدأ نتعامل معاها بناء على المطهرات المطلوبة ساعتها او في المرض اللي ظهر. ده الشق الاولاني مع مضادات طفيليات، مع مضادات طحالب تحت اي ظرف. الصنف الثاني هو الفيتامينز والمحفزات النمو، ده خاص بالبرنامج وقائي موضوع باستشاريين الشركة، خاص بكل صنف سمك أو قشريات موجود بالمزرعة. ده بيتم وضعه بنمشي عليه طول الدورة من بداية الدورة لنهاية. بيختلف من نوع سمك لنوع سمك؟ بيختلف من نوع سمك لنوع تاني، بناء على مثلا إيه الأفضل للنمو في الفترة دي، إيه الأفضل للكميات، بيختلف من نوع للتاني. الصنف الثالث المضادات الحيوية اللي تعتبر بتستخدم في أضيق حدود، لأن طبعا هي بيبقى ليها تبعيات كتيرة قوي، خصوصا على مردود على صحة البني آدمين من تناول الأسماك دي. فطبعا لذلك هو لأضيق الحدود احنا بنستخدم المضادات الحيوية دي، خصوصا بعد ما يتم سحب عينات ويتم تناولها مع المعمل المركزي وإفادنا بالاختبار الحساسية وأفضل مضاد للمرض اللي هيكون ظاهر. وفي الصنف الرابع اللي هو يعتبر للطوارئ، الطوارئ اللي خصوصا مثلا لو لا قدر الله في مثلا نقص اكسجين، في زياده بعض العناصر زي امونيا او واتيفر، ده اللي ممكن نبدا نتعامل معاه كنوع من الطوارئ. يبقى الاربع اصناف الرئيسيه هم دول.